شهد الساحل الغربي تمرينا تكتيكيا بالذخيرة الحية لوحدات من المقاومة الوطنية في ختام دورتها التأهيلية التخصصية. اتسمت الأعمال القتالية بمستوى تكتيكي وعملياتي عال جسدته مهارات وقدرات الأفراد والاستغلال الأمثل لمسرح العمليات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسلاح المدفعية ووحدة مكافحة القناصة ووحدة الهندسة. وشهدت قيادة المقاومة الوطنية بمستوى المهارات التي اكتسبها المشاركون في التمرين خلال الفترة التدريبية التخصصية.